لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من صحيفة صوت العراق ومقال بعنوان المحاصصة هي الداء والخلاص منها هو الدواء، للكاتب أحمد كاظم، حيث يقول المحاصصة الحالية وظائفية وسياسية واقتصادية وعسكرية، والنتيجة خراب العراق في كل المجالات، خاصة الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم وتجهيز ماء الشرب والكهرباء. فالمحاصصة أدت إلى انتشار الفساد الإداري والمصرفي والمالي، بالإضافة إلى انتشار الفساد الأخلاقي الذي أدى إلى نهب المال العام كرواتب ومنافع ومخصصات فاحشة لا مثيل لها في أي بلد آخر. هذه المحاصصة الواسعة أدت إلى الفساد المستشري في الرئاسات الثلاث وشبكاتها، لأن الفاسد لا يمكن محاسبته أو الخلاص منه بسبب انتمائه لجهة معينة. الأحزاب المشاركة بالمحاصصة ترفض الترشيح الفردي في الانتخابات، لأن ذلك سيفقدها الكثير من الأصوات، خاصة إذا كان عدد المرشحين غير الحزبيين كبيرا. أحزاب المحاصصة فقدت ثقة المواطنين وانتقلت إلى شراء الأصوات بالمال العام المنهوب في انتخابات المحافظين، وسيكون سعر الأصوات الانتخابية أعلى في انتخابات مجلس النواب. كشف فساد الفاسدين يكون أسهل إذا زالت المحاصصة، لأن الفاسد يفقد المراوغة واتهام الآخرين بالفساد لتبرير فساده. إلى صحيفة العالم الجديد ونقرأ منها تقريرا بعنوان مقاطعة الانتخابات تتسع، حيث يورد التقرير على الرغم من المحاذير السياسية والأمنية، يصر طرف قوي في الإطار التنسيقي بزعامة دولة القانون وبدر وعصائب أهل الحق على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها بعد شهر واحد. ويؤكد مراقبون أن هذا الطرف ينطلق من تحدي خوض تلك العملية من دون التيار الصدري وطمعا بالفراغ الذي تركه. الإطار يريد أن يمضي بهذا التحدي حتى ينفرد تماما بإدارة الدولة بالكامل. يؤكد الكاتب أيضا في هذا المقال أن مقاطعة الانتخابات في العراق تتسع شعبيا. الشارع في تسع محافظات بالإضافة إلى بغداد يتحرك بالضد من الانتخابات، وجمهور التيار الصدري ومن معه خرجوا بتظاهرات صريحة، وجرى فيها تمزيق لافتات لمرشحين، وهددوا البعض بالانسحاب من هذه الانتخابات كونها مؤامرة ومحاولات لسيطرة الفاسدين وغير ذلك من شعارات. الانتخابات أصبحت محطة من محطات الخلاف العميق، وربما يؤدي إلى التصادم، فأحزاب الإطار اليوم تمسك السلطة وتمتلك الحكومة، وباستطاعتها أن تحرك القطاعات العسكرية لضبط الشارع أمنية، وهذا الأمر سيوقع البلد في المحظور إذا ما صار هناك تحرك من التيار الصدري. وعلى صعيد شرعيتها يجد أن ملامح الشرعية بدأت تتوارى، وقد تكون هناك اعتراضات من الأمم المتحدة لأن الانتخابات لم تمثل النسبة المقبولة. ونقرأ من وكالة شفق نيوز تقريرا بعنوان من محافظة مصدرة للمحاصيل إلى مستوردة، تراجع مخيف لزراعة الأنبار. يعاني المزارع في محافظة الأنبار وعموم المحافظات العراقية من تراجع مخيف للقطاع الزراعي بسبب الشحة المائية وتقليص الخطة الزراعية وقلة الدعم الحكومي، ما عرضه لخسائر لن تعوض مهما قدمت له الجهات المعنية الرسمية من تعويضات. وتبلغ حصة محافظة الأنبار 82 ألف دونم للري السيحي من النهر من أصل 1.5 مليون، و 434 ألف دونم على الآبار من حصة 5,500,000 دونم، وفق مدير الموارد المائية في محافظة الأنبار جمال عودة سمير. ويؤكد سمير لوكالة شفق نيوز أن هذه الحصة لا تكفي لسد الاحتياجات، لكنها بناء على المياه المتوفرة فلا يمكن إطلاق الخطة الزراعية بالكامل. الأنبار كانت تسوق الطماطم والبطيخ الأحمر إلى بغداد والجنوب وتصدرها إلى الكويت في تسعينيات القرن الماضي،
ولكن الآن تعتمد المحافظة على الاستيراد بسبب الشحة المائية وتقليص الخطة الزراعية وقلة الدعم الحكومي. الخطة الزراعية في العام الماضي كانت أفضل، رغم أن المزارعين كانوا يأملون خيراً من حكومة محمد شيع السوداني على اعتباره مهندساً زراعياً ويعلم بالواقع الزراعي جيداً، لكن الوضع بات أسوأ في ظل قلة الدعم لتوفير الكيمياوي المركب واليوريا، والثروة الحيوانية في محافظة الأنبار تدهورت أيضاً وتراجعت إلى ما دون النصف. إلى صحيفة العربي الجديد ونقرأ مقالا للكاتب برهان غليون يقول فيه: بعد 6 أسابيع من حرب الإبادة الجماعية والدمار الشامل في قطاع غزة، أصبح من الواضح اليوم أن إسرائيل لن تستطيع أن تربح الحرب الدائرة، وأنها بدل أن تنال من إرادة المقاومة بتكبيد الشعب الفلسطيني خسائر فادحة في الأرواح والعمران والممتلكات، تزيد من تصميم قادتها على مواصلة القتال وتمنحها فرصة أكبر لتأكيد قوتها والتفاف الأحرار حولها، ليس في فلسطين المحتلة فحسب، وإنما أيضا في كل أنحاء العالم. وتبدو إسرائيل في نظر معظم المراقبين الآن أكثر من أي وقت آخر مغروزة في رمال غزة العميقة، لا تعرف كيف تتقدم فيها ولا كيف تخرج منها. تنظر الدول الغربية إلى هزيمة إسرائيل أو خسارتها الحرب في المشرق والشرق الأوسط خسارة لها أيضا في العالم وتهديدا لنفوذها. وبصرف النظر عما يقال في الأحاديث والخطابات الدعائية، تعتقد واشنطن تماما كما تعتقد تل أبيب أن الحرب على حماس ما هي في الحقيقة إلا حرب على العرب، كما تعتقد أن عدم تعاون العرب في القضاء على حماس وبالتالي القبول بترحيل الفلسطينيين واستقبالهم لديها يعكس عداءهم لها وتمردهم عليها ولا يساهم في تحقيق السلام، بل هو رفض له تماما كرفض التطبيع المجاني مع إسرائيل. لقد خسر العرب جولة مهمة في الصراع الدائر بتركهم غزة تحارب وحدها وبأجساد أطفالها ونسائها وشيوخها في معركة تستهدفهم بالدرجة الأولى. فالحرب ليست غزية ولا فلسطينية، وإنما هي قبل ذلك حرب على تقرير مصير الشرق الأوسط وتقليص هامش مبادرة دوله لعقود طويلة مقبلة. نشر موقع بوليتيكو تقريراً للصحفية ميلاني ماسون قالت فيه: إن الديمقراطيين في كاليفورنيا سيواجهون انقسامات عميقة في حزبهم بشأن الحرب على غزة في نهاية هذا الأسبوع، حيث تهدد تداعيات الصراع بابتلاع مؤتمرهم في ساكرامنتو. ووعد مسؤولو الحزب بتعزيز الإجراءات الأمنية تحسباً للتظاهرات خارج قاعة المؤتمر واضطرابات محتملة في الداخل، لكن العديد من الحاضرين يقتربون من الحدث بأعصاب متوترة بالفعل. في حين أن بعض الأجزاء الرئيسة من التحالف متعدد الأعراق في الحزب الديمقراطي تشعر بالامتنان للدعم المؤكد لإسرائيل من كبار القادة الديمقراطيين مثل الرئيس جو بايدن والحاكم غافين نيوسوم، فقد أصيب آخرون بخيبة أمل عميقة. ومن الممكن أن تخلف الانقسامات بين الأجيال والأيديولوجية تأثيرات ملموسة على انتخابات العام المقبل، بما في ذلك السباق الرئاسي والمنافسة الحاسمة في مجلس الشيوخ في كاليفورنيا. الأمريكيون الشباب الذين عادة ما يصطفون بشكل وثيق مع الديمقراطيين ينتقدون بشكل خاص طريقة تعامل إسرائيل وبايدن مع الصراع، ولعل العلامات الأكثر وضوحاً على الانقسام بين الأجيال تتجلى في حرم الجامعات، حيث قاد طلاب كاليفورنيا عشرات من الاحتجاجات ليس فقط ضد هجمات حماس الأولية، بل وأيضاً ضد الغزو البري الإسرائيلي المستمر لغزة وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. شارك أطفال أردنيون بمسيرة أكفان في محافظة إربد شمالي البلاد تجسيداً وتعبيراً عن حجم المعاناة التي يعاني منها أقرانهم في قطاع غزة، ونظمت المسيرة بمشاركة عشرات الأطفال في مخيم إربد الخاص باللاجئين الفلسطينيين، وانطلقت من أمام المسجد الكبير في المخيم بعد صلاة الظهر، وجاب الأطفال شوارعه حاملين بأيديهم مجسمات صغيرة لفت بأكفان بيضاء ولونت أجزاء منها بالأحمر إشارة إلى الدماء وما يتعرض له أقرانهم في غزة، كما رفعوا أعلام فلسطين فوق رؤوسهم، فيما حمل بعضهم لافتات تندد بالعدوان من بينها أمريكا رأس الإرهاب. ومنذ 43 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5000 طفل حتى الآن. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. In Gaza, and what I'm seeing are babies, tiny, tiny babies who are dependent on incubators. Those incubators need fuel, they need electricity in order to operate. They're keeping these babies alive, and they need to keep it up. Thank you.
نلقاكم بإذن الله.